يجب أن تفهم أمريكا التي تحتج وتخادع بعنوان حرية التعبير، يجب أن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية أن بث الفيلم كاملاً ستكون له في العالم تداعيات خطيرة وخطيرة وخطيرة جداً. الآن في بعض البرلمانات الأوروبية تصدر قوانين مشابهة، من ينكر المزرعة الفلانية يجرم، من ينكر المحرقة الهولوكوست يجرم. ألم يواجه غارودي هذه المصيبة؟ هذا نبيكم أيها الحكام، أيها الملوك، أيها الأمراء، أيها الرؤساء، هذا نبيكم، هذا قرآنكم، هذا إسلامكم، هذا دينكم، هذه أمتكم التي تهان كرامتها اليوم. والعجب أن كثيرين منكم لا يحركون ساكنا. وأنا أقسم لكم لو أن هذا الفيلم تناول ملكا من ملوك العرب والمسلمين، أو أميرا من أمرائهم، أو رئيسا من رؤسائهم بالشخص كما تناول محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدتم غضبة لدى هذا الملك أو الأمير أو الرئيس وعائلته وحزبه وحكومته وبلده مختلف عما نشاهده الآن. فهذا محزن.